أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم الحاج صالح محمد سلامة رحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره والتبصر. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قيوم أقمه على نور في قبره ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال. اللهم عذر من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعل روضة عليه مستبشرا بلقائك. لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور للمؤمنين. اللهم انقله من ضيق الوحود والقبور ومراتع الدور إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخطود وطلح مردود وظل ممدود وماء مسكوب. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فقهه من فتنة القبر عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.